في جميع أنحاء العالم تتصارع الحيوانات في معركة البقاء الطبيعية الوحشية بين صياد جائع يتأقلم مع كل التحديات والظروف وفك مفترس يسحب فريسته تحت الماء مدة كافية لإغراقها. إنها حرب شرسة بين التماسيح والسنوريات، حيث تلتقي قوة مميتة وقوة فتاكة. يقتات وحش عصور ما قبل التاريخ هذا بأي شيء يعبر في طريقه. أسنانه 65 مثبتة بواحد من أقوى الفكوك على وجه الأرض. تعد الحيوانات المفترسة كائناً مرعباً للكثير من الحيوانات الأخرى التي تشاركها حياة الغابة، لأن تلك الحيوانات تمتلك قوة هائلة تمكنها من الفتك بفرائسها بضربات خاطفة. وتنتشر الكثير من اللقطات المصورة لحيوانات مفترسة كالنمر وهو ينقض على فرائسه ويلتهمها في وقت قياسي بعدما يسقطها أرضاً. لكن هناك مشاهد أكثر إثارة تتعلق بحيوانات مفترسة يفترس بعضها بعضاً في مواجهات مميتة، ولعل من أفظع تلك المشاهد عندما يتحول الصياد إلى فريسة. هذا ما حدث لتمساح وهو مستلق على أحد ضفاف النهر، حيث تسلل إليه الفهد الصياد بطريقة ماكرة ليداهمه ولينقض عليه بسرعة فائقة لم تدع للتمساح مجالا للهروب أو الدفاع عن نفسه. ولكن ماذا عن تمساح ضخم وجائع؟ إن اندلاع المواجهة بين كائنين مفترسين يمتلكان مستويات متقاربة من تلك الصفات يجعل الفارق بين الموت والحياة ضربة واحدة. فعندما تكون المواجهة بين نمر بري وتمساح ضخم يتخفى على شاطئ نهر أو بحيرة، فإن مشهد المواجهة لن يستمر إلا لثوان معدودة. هنا لقطات توثق اللحظات الأخيرة للفهد الصياد الذي انقض عليه التمساح المتوحش، وأخذ التمساح بهذا الفهد بعيدا في الماء بحيث لم يقوى الفهد على التخلص منه أبدا ولقي مصرعه على الفور. يعتبر التمساح أحد أكبر الوحوش المفترسة في العالم، ولها صلة وثيقة بالديناصورات من عصور ما قبل التاريخ. أما الفهد الصياد فهو من أسرع الحيوانات البرية على سطح الأرض، ولا يفوت فرصة الانقضاض على أي حيوان انحرف عن مسار مجموعته في البراري، وتعتبر أدغال نامبيا القاحلة في جنوب غرب إفريقيا آخر معقل لهذا النوع من الحيوانات.